اهلا وسهلا بكل جمهور النادي الاهلي وكل متابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي 7 دي سبورت. النهارده يعني هنركز بشكل اكبر على كل تفاصيل نهائي كاس مصر، طبعا ده الحدث الاهم بين الاهلي والزمالك واللي هيقام بكره في المملكه العربيه السعوديه، وكمان اكيد هنتكلم عن كواليس الرياضه العربيه والعالميه وابرز ما يدور في مختلف الالعاب خلال هذا الاسبوع. وكعادتنا نبدا بالعناوين. الاهلي يختتم استعداداته لمواجهه الزمالك في نهائي كاس مصر. رسميا تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري. بروسيا دورتموند يتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025. محمد صلاح يقترب من المشاركة في ليفربول. أنشيلوتي مهدد بالسجن في أسبانيا ويدافع عن نفسه. نروح بقى للتفاصيل، وفي هذه الأثناء الأهلي بيؤدي مرانه الأخير والختامي على ملعب الأول بارك، ملعب مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك. وخلاص أكيد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استقر على خطة اللعب والتشكيل اللي هيلعب بيه المباراة دي. زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشة، هو ده التدريب حالا، دي تدريبة امبارح، دي أول تدريب في المملكة العربية السعودية امبارح. لكن في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي الفريق توجه للملعب وبيبدا تمرين، في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي اللي انا بكلم حضراتكم فيه على الهواء. يمكن بعثه الاهلي وصلت امبارح المملكه العربيه السعوديه والفريق خاض مرانه على ملعب المباراه زي ما حضراتكم شايفين اهي، والمعنويات مرتفعه جدا لدى البعثه بالكامل. اجواء رائعه بنشوفها بين الاهلي والزمالك، وده يدعو للتفاؤل اننا نشوف مباراه كبيره، وطبعا نتمنى انها تنتهي بتتويج النادي الاهلي بكاس مصر. طبعا يمكن الاجواء داخل معسكر الاهلي ايجابيه جدا، بنشوف كابتن الفريق طبعا كابتن محمد الشناوي رغم اصابته ومراحل التاهيل بيتواجد في مقر اقامه الاهلي لدعم اللاعبين قبل مواجهه الزمالك، وده دور كبير بيقوم به الشناوي، ودي طبيعته، دي طبيعه شخصيته. يعني اكيد خلال حلقتنا هنروح للسعوديه ونطمن على كل جديد يخص بعثه النادي الاهلي، ولكن عندي كلام عايز اقوله كمشجع اهلاوي. يعني احنا شايفين طبعا الاجواء اهي زي ما حضراتكم شايفينها معانا على الهواء، حاجه في منتهى الروعه، التفاؤل والهزار، حتى التنشانه بتاعه ماتش الاهلي والزمالك مش موجوده، ودي حاجه كويسه جدا. كمشجع بقى اهلاوي، جمهور الاهلي دلوقتي ما بيفرقش مين هيغيب عن القايمه ومين هيكون موجود ومين هيلعب ومين مش هيلعب، كل ده مش مهم. جمهور الاهلي كل اللي بيفكر فيه دلوقتي هو دعم وتشجيع الفريق واي 11 راجل في الملعب لابسين تيشيرت النادي الاهلي عشان نكسب المباراه ونتوج بكاس مصر. الاهلي دايما بمن حضر، كل لعيبه النادي الاهلي على قدر المسؤوليه، وده اللي اتعودنا عليه يعني، واللعيبه دي جابت بطولات كتير. لكن عمرنا ما بنشجع او بنتابع، بنشجع يعني بنشبع بطوله، دايما ما بنشبعش بطولات. مهما اخذنا بطولات احنا عاوزين اكتر، عاوزين نحقق ارقام قياسيه، عاوزين جمهور الاهلي دايما فرحان. فهي دي العقليه الاهلاويه، العقليه الاهلاويه اللي وصلتنا للمرحله اللي احنا فيها دي. كسبت بطوله عاوز اللي بعدها على طول، انا نسيت كل اللي فات النهارده، بقى ارقام وتاريخ، وانا عاوز الحاضر دلوقتي، عاوز البطوله اللي قدامي دلوقتي حالا. كاس مصر بطوله احنا كسبناها السنه اللي فاتت على حساب بيراميدز، السنه دي باذن الله نفوز بيها على حساب نادي الزمالك. يمكن كاس مصر هي البطوله الاعرق في تاريخ الشرق الاوسط بالمناسبه على صعيد كره القدم. يعني خلونا نروح للتاريخ شويه، لان دايما التاريخ في صف النادي الاهلي، ودي نتيجه العقليه الاهلاويه اللي اتكلمت عليها، اللي هي جيل بيسلم جيل، عقلية الانتصارات والبطولات. ومن ده من زمان قوي، ده من تقريبا من 100 سنة وأكتر كمان على صعيد منافسات بطولات كرة القدم أكتر كمان. الأهلي تعالوا نشوف انفجراف دلوقتي عن مشوار الأهلي في كأس مصر، ونرجع لحد المباراة النهائية ونرجع نتواصل مع حضراتكم مرة أخرى.
زي ما حضراتكم شفتوا دي كلها انتصارات الاهلي على الزمالك في كاس مصر. الاهلي متوج او توج بلقب كاس مصر 38 مره وهو الرقم القياسي، يعني كعاده الاهلي هو البطل التاريخي لكاس مصر وهو البطل التاريخي لكل البطولات اللي بيشارك فيها تقريبا. لكن ايه هي حكايه اول نهائي لكاس مصر جمع بين الاهلي والزمالك؟ الحقيقه ان ده كان سنه 1928. الاهلي وصل للمباراه النهائيه لكاس مصر وكان المنافس هو نادي الزمالك، وقتها كان قائد فريق الاهلي قائد تاريخي طبعا الاسطوره مختار التتش، وفي الزمالك كان محمد لطيف وبرضه هو اسطوره من اساطير الكره القدم المصريه. يعني تفوق الاهلي وكسب اول ديربي في نهائي كاس مصر على الاطلاق سنه 1928. الاهلي فاز باول ديربي في نهائي كاس مصر على حساب الزمالك سنه 1928، كان الهدف لممدوح مختار صقر. لكن هو الاهلي كسب كاس مصر بعد فوز على الزمالك كم مره؟ لما نرجع للتاريخ هتلاقي الاهلي متفوق في نهائيات كاس مصر على نادي الزمالك في 9 مرات سابقه، وكان في مرتين كان اللقب مناصفه بين الاهلي والزمالك، يعني كان ساعتها ده النظام لو اتعادلوا يتناصف البطوله بينهم. في نهائي كاس مصر 9 مرات زي ما قلت لحضراتكم، بدات سنه 1928 واخرها كانت المباراه الاجمل والاشهر في تاريخ مباريات القمه 4-3 طبعا تحت قياده البرتغالي مانويل جوزيه، واللي الاهلي حسمها بهدفين طبعا للبديل ساعتها كابتن اسامه حسني زميلنا هنا في قناه النادي الاهلي واحد اساطير النادي الاهلي طبعا. ده كان في الوقت القاتل ساعتها، يعني مباراه من اجمل المباريات كلها فاكرينها طبعا. 4-2 كانت 4-3 عفوا كانت مباراه رائعه لحد الوقت الاضافي اي فرقه ممكن تفوز. فتقريبا دي كانت المباراه الاهم في كاس مصر في نهائيات كاس مصر. تاريخ كبير للاهلي البطل صاحب الرقم القياسي في التتويج بكاس مصر، وكمان الجيل الحالي من اللاعبين عنده فرصه انه يواصل حصد البطولات، لان البطوله دي هي اللي هتحط اسمك في التاريخ في تاريخ النادي الاهلي. اللاعبين كلهم واخدين دعم كبير من الجمهور، جمهور الاهلي اللي هيكون متواجد بكره في المدرجات بكل قوه للتشجيع ومؤازره الفريق. كلنا ثقه في لاعبتنا، كلنا ثقه في جهازنا الفني والاداره، كلنا ثقه اننا رايحين عشان نحقق اللقب وجمهور الاهلي يفرح، ده الهدف. مستر مارسيل كولر راجل من الناس اللي تجيد اداره المباريات الكبيره، وده شفناه كلنا في الفتره الاخيره معاه، وكمان هو راجل بيحب التحدي سواء في المباريات الكبيره او في البطولات عموما. هو راجل دايما عقليته تناسب عقليه النادي الاهلي الحقيقه، ان هي عقليه الفوز ولا بديل غير الفوز، دي عقليه النادي الاهلي، والمدرب اللي بينجح في النادي الاهلي دايما هو المدرب اللي بتبقى دي عقليته. وعشان كده حقق 5 بطولات في اول سنه اشتغلها مع النادي الاهلي، وما زال بيحقق بطولات وخد برونزيه كاس عالم، دي عقليه النادي الاهلي. دلوقتي عندنا تحدي جديد قدام كولر وقدام اللعيبه، هي مباراه كبيره ومباراه نهائي كاس مصر ومباراه فيها طابع خاص جدا. الزمالك جايب مدرب جديد فاكيد عنده دوافع عايز يقدم نفسه للجمهور، مدرب لسه اول تجاربه مع الاهلي والزمالك يعني، وبالتالي المواجهه بين الاثنين مدربين صعبه جدا، مدرستين مختلفين طبعا، ولكن انت بتتكلم عن مباراه اساسا ليها طبيعه خاصه جدا. كولر من الناس اللي بالنسبه له المكسب هو الهدف، مش لعيب مش اي حاجه، هو لا مكسبه هو الهدف، وخصوصا لما تكون نهائي بطوله، فبالتالي المباراه بالنسبه له حساباتها مختلفه تماما عن ان تكون مباراه دوري عادي او ان تكون مباراه مثلا في بطوله افريقيا في وسط الجدول او حاجه، لا مباراه ببطوله دي شيء مختلف تماما. كمان مع المنافس او الغريم الاشهر للنادي الاهلي دي برضو بيبقى ليها حسابات تانية. ومستر مارسيل كولر خلاص هو حقق بطولات وحقق حاجات كتير جدا وعنده رصيد مع الناس كبير جدا جدا يعني، لكن دي نهائي مع ديربي. اشهر او الحاجات اللي بتعلق مع جمهور النادي الاهلي وبتفضل في الاذهان دايما هي النهائيات اللي بين الاهلي والزمالك، مباراه الديربي يا جماعه. مباراه الديربي يعني ماتش القضيه ممكن ده بالنسبه لنا مباراه مش هتتنسي. المباراه دي ايضا من المباريات اللي مش ماتش 6-1 مثلا، ماتش 4-3 نهائي الكاس، كل دي مباريات بتفضل في اذهان جمهور النادي الاهلي وفي لاعبين النادي الاهلي كمان. يعني في لعيب ممكن تاريخه يكون عباره عن لقاء اهلي وزمالك، في لعيب ممكن يكون تاريخه هو ميلاده او ميلاد اسمه كلاعب كره قدم في لقاء زي الاهلي والزمالك، وده شفناه كتير جدا. تعالوا نروح للتقرير عن المواجهه السويسريه البرتغاليه على اراضي او ارض الملعب بين الاثنين مدربين، ونرجع نكمل كلامنا تاني. زي ما حضراتكم شفتوا
هتبقى مباراه خارجيه قويه جدا، خصوصا ان دوافع مدرب جديد كمان هتبقى بالنسبه له مباراه قمه، بدايه الدوافع بالنسبه له ان هو يثبت ان هو مدرب كبير ومباراه ببطوله. لكن في حاجه في النادي الاهلي مميزه عن كل انديه مصر في الفتره الحاليه، النادي الاهلي في الوقت الحالي هو اكتر نادي لعب مباريات بجماهير في اخر 10 سنين، مباريات نهائيات افريقيا، مباريات نهائيات خارج مصر، حاجات كتير قوي. فالنادي الاهلي عنده دايما ميزه ان لعيبته لعبت تحت ضغط جماهيري الفتره الاخيره، ويمكن مدرب منتخب مصر قال ده، اي مدرب بيجي بياخد ده، اي مدرب بيجي بيبقى واخد باله من الحته دي، ان لعيبه النادي الاهلي جماهيريا او في اللعب في وسط جمهور او تحت ضغط جماهيري اميز. يعني اتمنى ان يتم استغلال الجزئيه دي بكره، هي مباراه مش جماهيريه عاديه بطبع خاص جدا، المملكه العربيه السعوديه فيها جاليه عربيه، جاليه مصريه كبيره جدا جدا يعني، وكمان جمهور النادي الاهلي مميز جدا بره مصر، خصوصا في عند اشقائنا العرب كلهم في كل الدول العربيه. يعني حته ان انت متعود تلعب تحت ضغط جماهيري دي يتم استغلالها جيدا. فريق الزمالك فريق كبير لكل احترامه، مستر مارسيل كولر دايما بيأكد على احترامه لمنافسيه، خصوصا لما يكون الغريم التقليدي ليك يعني، لكن انت دايما عندك مزايا اكتر تاريخيا، انت متصدر البطولات كلها، عندك الرقم القياسي بتاع كل البطولات المحليه والافريقيه، فبالتالي دي نقطه نفسيا بتخلي لعيب النادي الاهلي متفوق على لاعب النادي الزمالك. طبعا مع كل الاحترام لكل لاعبي نادي الزمالك اللي هم محترمين جدا على المستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي وكل حاجه، لكن احنا عندنا جزئيتين مهمين جدا، الاولانيه جماهيريا، الثانيه جو اللعب خارج مصر لاعبي النادي الاهلي، حتى لو الجمهور مصري، حتى لو مباراه اهلي وزمالك، النادي الاهلي برضو نسبه مشاركته في المباريات اللي بره مصر تحت ضغط كبيره جدا. النادي الاهلي بيلعب ضد الوداد المغربي في المغرب وبيكسب، بيلعب ضد الفرق التوانسه وبيكسب، بيلعب صن داونز يعني انت عندك تجاربك بره مصر، متعود على اجواء خارج مصر اكتر من نادي الزمالك، دي كلها مزايا. في الملعب بقى وعلى ارض الواقع انت عندك اسبقيه، بقالك موسم متفوق على الزمالك في الماتشات اللي بينك وبينه، ونهائي كاس مصر اللي فات اللي هو كان قريب بالمناسبه يعني مش بعيد، ده من كام شهر، انت كسبان بيراميدز، فبالتالي التجربه نفسها لا كويسه، غير ان السوبر المصري اللي كان مقام في طبعا الشقيقه الامارات المتحده العربيه، لا انت عندك دوافع كتير جدا ضد الفريق اللي انت هتلعبه، لكن انت عندك مميزات اكتر، عندك مميزات تخليك متفوق على فريق نادي الزمالك. فنيا انا كل ثقه في مارسيل كولر، كل ثقه في مارسيل كولر والناس اللي هتلعب ايا كان ال11 اللي هيلعبوا مين، انا واثق ان دول احسن ناس هيتم اختيارهم من قبل الجهاز الفني، وواثق ان دول هيموتوا نفسهم على البطوله، دي عقليه النادي الاهلي، وانا كمشجع اهلاوي واثق في ده، ما عنديش شك واحد في المليون في ده. بالتالي انت بكره قدام فرصه ذهبيه، الجيل ده كمان قدامه فرصه ان هو يبقى خد كم من البطولات مع النادي الاهلي كبير جدا، يعني مارسيل كولر تحديدا هيبقى عمل رقم كبير في اول سنتين، وده رقم في مدربين حققوا ده طبعا، مستر مانو جوزيه ومن كذا اكتر من مدرب حقق بطولات، حتى بيتسو موسيماني المدرب برضه اللي كان حقق في اول سنتين اكتر من بطوله، لكن العدد ان انت تاخد العلامه الكامله في اول سنه ده مش كتير اللي حققوه حقيقه يعني. فبالتالي طبعا الروح اللي احنا شايفينها في الصوره اللي قدامنا دي، المشهد اللي قدامنا دي روح متكرره، قبل اي نهائي ده الوقفه المعتاده لعيبه النادي الاهلي، التجمع في نص الملعب بالشكل ده قبل التمرين الختامي، دايما بيبقى هو التمرين الختامي قبل المباريات النهائيه او المباريات الهامه، بيبقى نفسيا ليها شكل مختلف، وكمان بتاثر على الترابط بين اللعيبه وبين بعض، احنا دايما ما بنحسش بمشاكل ان اللعيب اللي ما بيلعبش عنده مشكله، لا حسينا مع مستر مارسيل كولر كمان في سياسه التدوير اللي عملها اول ما جه ان كل اللعيبه اساسيه، يعني انا ما اقدرش اقول لك في لعيب على الدكه احتياطي مثلا الموسم اللي فات، لا انت بنسبه مثلا 50-50 كل اللعيبه 50% مشارك في الماتش البطولات اللي فاتت كلها وبشكل اساسي، يعني انت ما عندكش مشكله ابدا ان انت تقول الخط الهجوم اي حد هيلعب يبقى اساسي، دي ما فيهاش اي مشكله. عد معايا كده واحنا بنتكلم دلوقتي، بيرس تاو، حسين الشحات، الكهرباء، مودست، كلهم اساسي، اي اسم هتقوله اساسي، اي اسم هتقوله اتحدى ان هو ما بقاش بصفه اساسيه انت متعود عليه في الملعب، ودي سياسه نجح فيها مستر مارسيل كولر، رغم ان ناس كتير هجمته في الاول ان هو يعني مش مستقر على تشكيل ثابت، لكن ده طلع الصح، لكن المدرب بيبص لقدام، بيبص هو اللي بيشوف حاله اللعيبه، وهو اللي شايفهم في التدريب، وهو اللي شايف امكانيات لعيبته، وهو اللي عارف امتى اللعيب ده يلعب، وامتى اللعيب ده
اعاده احتياطي، وامتى اللعيب ده استنزف كل مجهوده واريحه، او ان انا اقسم مجهوده في عدد المباريات اللي هيتلعب. السياسه دي في مصر في الوقت الحالي في كم الماتشات الرهيب اللي بتتلعب وضغط المباريات اللي بيتلعب، دي اهم شيء في عقليه المدرب ان هو يقدر يوظف ده، ان هو يقدر يخلي كل اللعيبه اساسيين قائمته بالكامل ما فيهاش لعيب ما بيلعبش. القائمه بالكامل ما فيهاش لعيب ما بيلعبش. يعني انا لو قلت لك في نص الملعب حتى بالمصابين بالمناسبه، يعني لو قلت لك اليو ديانج ولا امام عاشور ولا عمرو السوليه ولا احمد نبيل كوكا حتى، كل دول اساسيين، كل دول بيلعبوا، كل دول ما تحسش ان حد فيهم ممكن يبقى احتياطي للتاني، لا انت متعود ان اي حد موجود وكلهم متعودين على حساسيه الماتشات، ما فيش حد مثلا لسه هيبقى بيتجرب ولا حاجه، لا كل لعيبه النادي الاهلي بلا استثناء بفضل العقليه اللي حطها مارسيل كولر في اللعيبه. احنا مثلا كنا الفتره بتاعت بيتسو موسيماني اللي هي سياسه مختلفه، كان 12 13 لعيب بيلعبوا دايما، وكان الاجهاد ده بيأثر في اخر الموسم، خلونا نعترف يعني ان ده كان موجود. الراجل ده جه عمل سياسه مختلفه، الناس مش متعوده عليها، والناس مش واخده على فكره ان حد يبقى بيعتمد على السكور شيت بالكامل بالشكل ده، لكن نجح، وده اللي خلاك تاخد كل البطولات في اول موسم، ده اللي خلاك ان انت عندك لعيبه متوزع مجهودها صح، وكل اللعيبه امكانياتها قريبه من بعضها، فما عندكش مشكله ده هيلعب او مش هيلعب. وعندنا افضل سكور شيت في الدوري في الوطن العربي اظن، يعني افضل سكواد تقريبا في افريقيا والوطن العربي، بدليل ان انت لما لعبت فريق سعودي عالمي فريق الاتحاد، في واحد كان لسه من كام شهر واخد احسن لاعب بنزيما، ده كان احسن لاعب في العالم السنه اللي فاتت، يعني مش من وقت متاخر، تفوقت عليه وقدرت تتفوق عليه وتكسبه وعلى ارضه، وقدرت تاخد برونزيه كاس عالم كمان. فانت فعلا سكواد محترم، انت فعلا عندك الفريق اللي تقدر تعتمد على اي حد فيه من غير ما يعني حد اتصاب، حد مش جاهز، لا انت كل الناس عندك جاهزه، كل الناس عندها حساسيه المباريات، كل الناس تقدر تجيب لك بطوله في اي وقت. وده سياسة أنا أعتقد أن في ظروف الدوري المصري الغير منتظم وفي ظروف المشاركات الأفريقية في مسافات بعيدة اللي احنا متعودين عليها من سنين، بس ما كانش عندنا حد يدور لنا اللعيبة بالشكل ده مع الظروف اللي احنا فيها دي، فده أنسب طريقة أو أنسب شكل تجهز بيه لعيبتك كلها بالكامل وتبقى جاهز أن انت أي حد يلعب. يعني انت لما تقول مثلا الأساسي في المهاجمين مين، مش هتعرف تقول مين أساسي ومين احتياطي. رضا سليم مثلا اللي جاي من اصابه هو كان اساسي قبل ما يقعد وممكن يشارك، ده شيء طبيعي جدا جدا مع مارسيل كولر. الحقيقه نقطه تحسب له، تحسب للجهاز الفني في الكامل. وكمان مش عايز انسى الاستقرار الاداري مع الفرقه، كابتن خالد بيبو، كانت ناس كتير جدا متخوفه في تغيير مدير الكوره في النادي الاهلي، لكن لا احنا ما شفناش اي فرق لحد دلوقتي. اللي كان حاصل ايام كابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي حاصل ايام كابتن خالد بيبو في الوقت الحالي ده، ليه؟ لان النادي الاهلي سيستم، نظام كله ماشي عليه، هتشيل ده هتحط ده، هي نفس العقلية. تعالوا بقى نروح نشوف النهاردة الصبح كان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كاس مصر اللي هتكون طبعا مقامة على ملعب الأول بارك إن شاء الله بكرة. حضر الاجتماع كابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، في حضور اللجنة المنظمة من الاتحادين المصري والسعودي. خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي طاقمه الأحمر والشورت الاسود والشراب الاحمر، ويرتدي حارس مرمى النادي الاهلي الطاقم الازرق بالكامل، بينما سيرتدي فريق الزمالك الطاقم اللون الابيض بالكامل، ويرتدي حارس المرمى طاقم باللون الاصفر بالكامل. وتم التاكيد على ان المباراه سوف تقام او تنطلق في 7:30 بتوقيت القاهره، في حاله نهايه الوقت الاصلي بالتعادل سيتم اللجوء الى وقت اضافي مدته نص ساعه طبعا بواقع شوطين، وفي حاله استمرار التعادل سيتم الاحتكام لركلات الترجيح من نقطة الجزاء. ناقش طبعا الاجتماع التفاصيل الخاصة المتعلقة بموعد وصول الفريقين والنزول لبدء عملية الإحماء وكافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ده شيء مهم جدا الاجتماع المعتاد قبل كل المباريات النهائية. تعالوا نروح لتقرير عن تاريخ الأهلي وتفوقه على الزمالك في كاس مصر، ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم مرة أخرى. زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير، التاريخ دايما في صف النادي الأهلي، ودايما مباراه القمه فعلا يعني بالنسبه للاعيبه الاهلي تحطك في تراك تاني خالص مع الجمهور. تعالوا نروح بقى لخبر خاص برضه مباراه الاهلي بس مع نظيره انبي. قررت لجنه المسابقات برابطه الانديه المصريه تاجيل مباراه الاهلي امام انبي والمقرر لها يوم 15 مارس الجاري، وجاء في قرار لجنه المسابقات بناء على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده حسام حسن.
وطلب الجهاز الفني لمنتخب مصر أن تكون آخر مباراة في الدوري يوم 12 مارس الجاري من أجل انطلاق المعسكر الأول تحت قيادة الجهاز الفني الجديد. وبذلك تكون مواجهتي الجونة أمام الزمالك والبنك الأهلي ضد الأهلي المقرر لها يوم 12 مارس الجاري آخر مباريات الدوري قبل التوقف الدولي. ويظهر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن في التوقف الدولي المقبل، ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في شهر مارس المقبل بمشاركة منتخب كرواتيا وتونس ونيوزيلندا. وسيلعب منتخب مصر أمام نيوزيلندا يوم 22 مارس، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد المتأهل من تونس وكرواتيا يوم 26 مارس، والخاسر يلعب مع نظيره يوم 25 من الشهر ذاته. والخبر ده ما ينفعش يعدي كده حقيقة، يعني لأن كل شوية طول الفترة اللي فاتت تلاقي حد طالع يتكلم عن مؤجلات الأهلي. طب يا ريت تتكلموا دلوقتي كمان وتقولوا إن في مباريات اتأجلت بناء على رأي وطلب الجهاز الفني لمنتخب مصر، وإن المؤجلات بسبب الارتباطات الخاصة بمنتخب مصر أو مشاركة الأهلي الأفريقية والدولية. الأهلي مش بيفرح بالماتشات المتأجلة، ده ماتش متأجل مش هنفرح بيه. يعني الأهلي بيفرح ببطولاته اللي بيكسبها واللي بيكسبها بره وجوه مصر يعني، والتأجيلات دي طبيعية جدا لأن أجندة الأهلي مليانة طول السنة، بيشارك في بطولات وبيكسب بطولات وبيشرف مصر وبيشرف الكرة المصرية كلها، فبالتالي طبيعي جدا يكون في تأجيلات من دي. تعالوا بقى نروح للناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمود شوقي، ناقد كبير جدا، ونسمع رأيه في الخبر اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي بتاع تأجيل مباراة الأهلي وإنبي ده. أهلا بيك يا أستاذ محمود على شاشة قناة النادي الأهلي. اهلا بك استاذ عبد الرحمن، تحياتي ليك وكل مشاهدينا الكرام في كل مكان. متشرفين بوجود حضرتك معانا طبعا. الشرف ليا طبعا. ايه رايك في تاجيل مباراه الاهلي وام بي دي في التوقيت ده كمان بالذات؟ شوف، هو قرار متوقع لانه الجهاز الفني المنتخب مصر كان بشكل واضح جدا في اجتماعه مع رابطه الانديه كان طلب ده، رغم ان اللي خرج من داخل الاجتماع كان بخلاف ذلك، لكن ممكن اشوف لك عن بعض الكواليس في هذا الاطار. يا ريت. انه الاجتماع اللي كان حضره للسيد احمد دياب رئيس رابطه الانديه مع جهاز المنتخب بحضور ابراهيم حسن وحسام حسن وبقيه الجهاز، استقروا على الشكل العام لجدول الدوري. الطلب منهم بشكل واضح انه طالما انتم محتاجين مساعده رابطه الانديه فبرضه محتاجين تجاوب من جانب جهاز المنتخب في بعض الامور. هم طلبوا في بدايه الامر انه تجمع منتخب مصر يكون من يوم 12 مارس او مع اخر مباراه يوم 12 مارس. فتم التواصل مع السيد عامر حسين رئيس او المشرف على المسابقات في اتحاد الكره المصري او في الرابطه، هو مشرف العام على كل المسابقات المصريه. حاج عامر حسين اشهر حد مسك المكان ده تقريبا يعني. بالظبط، هو راجل بيعمل شغل كويس رغم كل الظروف طبعا، لكن خليني اقول لك انه لما تم التواصل معاه الراجل قال لهم يعني عاوزين نكون اكثر منطقية وأكثر حرصا على مسابقة الدوري طالما أنتوا عاوزين دوري منتظم. أصل الحاج عامر برضو أول الدوري كده قال لك الدوري هيخلص في أغسطس من غير ما نلعب في حاجة وبتاع والجو ده كله. فدلوقتي بالشكل اللي حضرتك بتقول عليه ده إحنا بنأجل كل شوية كل شوية في تأجيلات بمناسبات مختلفة يعني. لا، ده أنا هقول لك اللي أنا سألت فيه الحاج عامر كمان إمبارح في هذا الخصوص. أكمل لك بس الحتة دي لأن دي حتة مهمة جدا. لما تم التواصل مع الكابتن عامر حسين عشان تاجيل مباراه الاهلي وانبي 15، هو الراجل قال لهم طب نعمل حل وسط انه نلعب ماتش الاهلي وانبي 15 ولاعيبه الاهلي وانبي لو في حد من انبي هينضم ينضم للمعسكر يوم 16. المفاجاه بقى ان حصل تجاوب في هذا الاطار من كابتن حسام ابراهيم ولا من الجهاز الفني يعني؟ لا، هقول لحضرتك، حصل تجاوب من رابطه الانديه برئاسه السيد احمد دياب اللي تكفلوا وقالوا ان هم هيحلوا الموضوع مع جهاز المنتخب. تمام. طبعا ده ما حصلش لان جهاز المنتخب اصر على موقفه وتمسك بتاجيل المباراه. لحد امبارح الساعه 6 مساء، انا بقول لحضرتك بالتوقيت الدقيق. تمام. ما كانش حد بلغ الكابتن عامر حسين بضروره الغاء المباراه او تاجيلها وتسكين مباراه الاهلي وانبي في موعد اخر. تصور لحد امبارح. بعد الساعة 6 تم إبلاغه رسميا والراجل اتخذ القرار واللي أعلن منذ قليل. أنا قلت امبارح حتى خلاص إنه اتخذ القرار رسميا وسيعلن عنه خلال ساعات وده اللي حصل. طيب الموقف مباراة الأهلي وإم بي إيه مفاجأة برضو اللي هي برضو بتؤكد على كلامك يا أستاذ عبد الرحمن، إنه الكابتن عامر حسين
لا يزال حتى هذه اللحظة عاجز عن تسكين الماتش. ما هو انت عندك لأنه ارتباطات كتير جدا مع المنتخب طبعا ومع النادي الاهلي، فيعني وهو اعلن كمان جدول الدوري حتى الاسبوع ال 30 انت عارف طبعا. طبعا فهو دلوقتي عاجز عن تسكين الماتش، اذا الماتش مؤجل لهذا غير مسمى، ربما بقى يكون بعد ما يخلص ال 30 يبدا بقى يتكلم في ماتش زي ده. اللي حابين ناكد عليه بس في هذا الاطار، الناس اللي بتطالب بدوري منتظم بتطالب بيه اعلاميا وفي الغرف المغلقه بتغير الكلام، ده رقم واحد. رقم اثنين وده امر مهم جدا، الناس بتتكلم عن تاجيلات الاهلي ومجاملات الاهلي، لما المشرف العام على المسابقات بنفسه يطلع اكتر من مره ويؤكد انه هو مش لاقي اصلا مكان يسكن فيه ماتش للاهلي. لا وفي نقطه ثانيه برضو، الاهلي وبيراميدز في نقطه اتمنى يعني ان احنا تاخدني في النقاش ليها كده شويه. احنا عندنا مشكلتين، اولا ارتباطات منتخب مصر، يعني ده تجمع مباريات وديه في الاجنده الدوليه ولكنه بطوله وديه في النهايه. مظبوط. وفي ماتشات رسميه للاهلي ما تقدرش تلعب، يعني ماتشات في بطوله افريقيا مثلا، انت بطوله افريقيا دي خارجه عنك، خارجه عن اتحاد الكوره وعن قصدي رابطه الانديه كمان يعني. لكن تمسك كابتن حسام حسن بالمعسكرات الطويله ده لو فضل بالشكل ده انت هتاثر على مباريات الدوري اكتر من مره بالمناسبه، لان انت هيبقى عندك مباريات رسميه للمنتخب ده بطوله وديه وطالب ان احنا التجمع يوم 12 وشرب وقال من الاول 12. طب في البطولات الرسميه بقى المعامله او التعامل مع كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن هيبقى ازاي في الشكل ده في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه ده يعني. مظبوط، وده اللي انا كنت بشير اليه من دقيقه بالظبط، انه كابتن ابراهيم حسن في المؤتمر الصحفي لتقديم جهاز المنتخب اكد على النقطه دي تحديدا، وقال ان هو يتمنى ان يرى دوري منتظم في مصر. اللي بيحصل حاليا لا، هو ده دوري مش منتظم، والمعسكرات الطويله طبعا هتضر بالمسابقه بشكل كبير جدا، ولازم العالم كله بيتغير. فكره المعسكرات الطويله اصبحت نادره جدا جدا في كل بلدان الدنيا، ولازم احنا نتماشى مع التوجه ده. لكن لو احنا نعمل، لكن اكيد ما حدش يعني هيبقى بيتهم النادي الاهلي ان هو بيحب التاجيلات، ان هو بيفرح بالتاجيلات، النادي الاهلي دايما تاجيلاته بتتماشى مع ظروف الدوري المصري. لا انا هقول لك الاكثر من كده كمان، انه البرنامج الفني للجهاز الفني للنادي الاهلي كان حاطط من ضمن برنامجه ماتش يوم 15 بتاع انبي. فالاهلي كان مرحب بالمباراه ولم يطلب التاجيل وفوج بالقرار. لا التاجيل ده جاي من الجهاز الفني لمنتخب مصر، مش من الاهلي خالص كده. يعني فده ردا، ده ردا بقى على الناس اللي بتقول انه التاجيلات لا تتصب في صالح الاهلي والاهلي بيتجامل وبتعمل له ماتشات مؤجله. انت عندك مثلا مباراه الاهلي وبيراميدز اللي كانت المفروض تتلعب الفتره الاخيره دي، اتجلت بسبب تضارب مواعيد الكاف. برضو دي كانت حاجه خارجه عن كل الاراده طبعا. وبالتالي احنا امام اختبار جديد يا استاذ عبد الرحمن، اختبار جديد في فكره ان احنا عاوزين نطور المسابقات ولا مش عايزين. عندنا القدره على اعلان جدول دوري منتظم بس كل الناس تشارك في انتظامه، ولا كل الناس هتصب اللعنه على شخص واحد فقط اللي هو الكابتن عامر حسين، وانا في اعتقادي ان هو بريء من التهمه دي. انا مشفق عليه بصراحه، لانه الناس اللي بتطالبه بالانتظام هي نفسها الناس اللي بتطعم فيه وتاجيلات المباريات بالنسبه له. طيب تعالى بقى ننهي الكلام في الموضوع ده ونروح لمباراه القمه، اجواء مختلفه طبعا. في السعوديه نهائي كاس مصر الاهلي والزمالك، يعني احسن تقريبا اجواء لمباراه الاهلي والزمالك، رؤيتك للمباراه دي ايه؟ شوف من وجهه نظري وانا طول الوقت شايف ده، انه قيمه الاهلي والزمالك تفرض نفسها في كل وقت طبعا وفي كل مكان، وده يؤكد لك برضو الحاله الوهج والمتابعه الغير المسبوقه والغريبه احيانا والرائعه احيانا اخرى، تؤكد لك على قيمه الاهلي والزمالك. ما يحدث في الايام الاخيره من اهتمام اعلامي ربما يكون عالمي كمان مش عربي فقط ومش مصري بس، يؤكد لك انه مكانه الاهلي والزمالك هي المكانه الاعلى في الوطن العربي بلا منازع. بكل تاكيد اتفق معاك طبعا. نحترم طبعا كل الفرق في كل البلدان العربيه، لكن دعنا نفتخر بالاهلي والزمالك. طبعا قيمه الاهلي والزمالك قيمه كبيره جدا، اكثر من 100 سنه كوره، ودي برضو حاجه مش كتير بتلاقيها في بلدان مختلفه. 100 سنه كوره ده حاجه رائعه. كمان انت داخل على مباراه تعجب النجوم في الفريقين. الاهلي وشعبيته وجماهيريته اللي كانت مسار اهتمام الكل. معانا مشاهد اهو كمان للجمهور في المملكه العربيه السعوديه كمان على الهواء، حاجه برضو. انا مش شايف اللي انت عارضه، بس انا يعني بسترجع بعض المشاهد في الساعات الاخيره، وكمان موضوع التذاكر لو تفتكر يا استاذ عبد الرحمن اللي انتهت بعد نص ساعه
في واقعه ربما لم تحدث في تاريخ كل الملاعب. ده تم الاعلان اللي سجله مليون شخص على ان هم في موقع لتسجيل بس مش للشراء. بالظبط كده. مليون شخص يعني. بالظبط ده كله لما تجمعه مع بعضه يؤكد لك على قيمه الاهلي والزمالك. طبعا. المباراه مباراه كبيره من كل الجوانب، كبيره على المستوى الجماهيري وكبيره على المستوى الاهتمام الاعلامي وكبيره على مستوى الشغف برؤيه عدد كبير جدا من النجوم. واعتقد ان احنا امام مباراه هتبقى مباراه فنيه كبيره في الملعب، خاصه ان كمان الملعب من الملاعب الجيده جدا على مستوى العشب وارضيه الملعب، كل ده هيساعد طبعا اللعيبه تطلع افضل حاجه ممكنه. لكن طالما ذكرنا الاهلي والزمالك وطالما ذكرنا التاريخ برضه ونفتخر بالتاريخ الطويل ده، لكن في بعض الارقام المغلوطه كده يا استاذ عبد الرحمن بتنتشر من قال لاخر كده فيما يخص الاحصائيات في مواجهات الاهلي والزمالك، عشان الناس بتعرف بس المواجهه دي بتاعت كاس مصر دي بين الاهلي والزمالك دي مواجهه 33 مواجهه اتلعبوا، 16 فوز للاهلي مقابل 11 فوز للزمالك، في ماتشات طبعا كانت تعادل وخلصت بضربات الجزاء، الاهلي سجل 58 واستقبل 48، في ارقام غير كده منتشره على السوشيال ميديا، فاحنا من خلالك وبرنامجك المحترم بنصحح بعض المعلومات. دي تقريبا مجمل ارقام كاس مصر اللي انت بتقولها دي تقريبا يعني. بالظبط. اجمالي بقى اجمالي البطولات برضو عشان تبقى عارفه اللي حابب يدون كده بعض الارقام، دي المباراه رقم 234 بين الاهلي والزمالك في كل البطولات. تمام. 102 فوز للاهلي، 53 فوز للزمالك، والتعادل حسم 78 مواجهه، سجل الاهلي 353 جون وسجل الزمالك 243. اذا ان شاء الله لو الاهلي سجل هدفين في مباراه الجمعه هيوصل ل 355 جون في كل مباريات الاهلي. ارقام رائعه الحقيقه طبعا استاذ محمود. انا قدامي دلوقتي مشهد عايز اوصفه لك، وصول محمد الشناوي معسكر النادي الاهلي، وكان في استقباله طبعا زميلنا استاذ ايهاب الخطيب والمدير الفني لقناه الاهلي واستاذ جمال الجابر مدير اداره الاعلام في النادي الاهلي. وصول محمد الشناوي رغم الاصابه دلالته ايه بالنسبه لك كناقد رياضي كبير يعني؟ شوف انا كنت انا توقعت ده، توقعت ده لانه دي شخصيه الشناوي، ورغم عدم صفره مع البعثه الرسميه امبارح، لكن انا بصراحه يعني حاولت امبارح ان اتواصل مع اكثر من مصدر لحد ما اتاكدت فعلا امبارح ان الشناوي رايح المباراه، ودي كانت بصراحه مصدر اطمئنان وسعاده. ليه بقى؟ الشناوي مش مجرد لاعب كره مؤثر داخل الملعب، مش مجرد قائد او حارس مرمى كبير او اللعيبه ملتفه حواليه، لا في كمان حاجه في غايه الاهميه اللي هو الدعم في اوضه اللبس، خارج الخطوط، داخل الفندق، التحفيز للمباراه. اعتقد ان الشناوي في الساعات القادمه هيكون له الدور المؤثر الاكبر، خاصه انه كمان الجهاز الفني بيعتمد على الشناوي في المنطقه دي اعتماد كبير جدا. انت يا استاذ عبد الرحمن من الناس القريبين برضو من الفريق وعارف اللي انا بقوله كويس. طبعا. الجهاز الفني للاهلي بقياده كولر او حتى الاجهزه السابقه كانت بتعول على الشناوي بشكل كبير جدا في تفاصيل دقيقه وكبيره. هو مش مجرد قائد الحياه زي ما انت بتقول يعني، هو صحيح. شخص ليه شخصيه بهويه النادي الاهلي يعني، اللعيبه كلها بتحترمه، اللعيبه كلها بتعمل حساب للشناوي، واللعيبه الصغيره بتهابه، وطبعا دي هبه حلوه ما مطلوبه، مش هبه سلبيه، لا انت ممكن تحب حد وتهابه ولما يبصوا لك ينبهك بحاجه معينه تنتبه ان تم تصرف مثلا خاطئ او ما الى ذلك، وبالتالي كل المشاهد حتى دعمه لمصطفى شوبير، حتى دعمه لمصطفى شوبير بشكل او باخر وهو مصاب، لا هو راجل يهمه الفرقه، مش يهمه مركز او يهمه لاعب، لا هو مصلحه الفرقه حاططها في الاول، وبيدعم الحارس اللي هيكون موجود الفتره الحاليه، ودعمه ليه كان دعم بشكل نفسي كبير جدا جدا يعني، لانه صنع تاريخ كبير طبعا. وبالتالي ما عندوش حته اولا ما عندوش حته الغرور، ما عندوش حته حب الذات على حساب الفريق، دي كلها صفات في الشناوي. على فكره احنا مش بنجامله بهذه الكلمات، بنشوف كمان دلوقتي تحرك الفريق من الفندق لملعب التدريب وهو معانا على الهواء وانت بتتكلم كمان. تمام. اعتقد ان كل الامور ميسره وفي انضباط كبير جدا، قعده النادي الاهلي طبعا في كل المعسكرات وكل السفريات في انضباط واضح من كل الجوانب، ده مش جديد على النادي الاهلي، ورغم كل الاصابات الموجوده في الفتره الاخيره الا ان برضه الاهلي عنده القدره على او كولر عنده القدره انه ايجاد تشكيل مناسب للمباراه، عنده طبعا غيابات مؤثره بشكل كبير جدا، الشناوي ابرزهم طبعا، لكن مصطفى شوبير اكيد هيكون في الموعد، عنده ديانج
واحد من اللعيبه الكبار في افريقيا، ولكن برضو عنده عناصر كبيره موجوده في نص الملعب. ياسر ابراهيم بصراحه اعتقد ان هو الغياب الابرز، لانه واحد من اهم المدافعين في السنوات الاخيره من وجهه نظري، لكن ان شاء الله في اعتقادي انه العناصر البديله برضو هتكون على قدر الحدث. طيب تعال اخدك بقى للشق الفني في المباراه، والمباراه دي بين مدربين كبار، مدرب لاول مباراه ليه قمه في المدرب الزمالك طبعا، وكمان لعيبه الزمالك عندهم دوافع كبيره طبعا، ما فيش شك في ده، لكن فنيا اداره مارسيل كولر للمباراه دي تتوقع هيكون شكلها عامل ازاي؟ شوف، هو ابرز مميزات كولر انه مدرب عقلاني. ده تدريب مباشر للاهلي من ارض الملعب حاليا اهو. تمام، اتفضل معانا. معلش قطعتك، انا اسف. لا خالص خالص، انا تحت امرك. لا قول لي بس الشق الفني هنتكلم فيه. بالمناسبه انا في القاهره، مش في السعوديه، عشان بعض الناس تعتقد ان انا في الملعب مثلا. لا لا، انت ناقد رياضي كبير، واحنا عارفين ان انت ليك وجهه نظر مختلفه، مش شرط تكون في السعوديه يعني. اعتقد انه كولر مدرب عقلاني الى حد كبير جدا، ما عندوش فكره الاندفاع او الحماس الزائد. وبقول كده ليه؟ لانه احيانا في مدير فني يحط تشكيل فيه كثير من الغرور، كثير من الاندفاع. لا، كولر عنده عقلانيه بشكل اكبر بتسيطر عليه في اوقات كتير، وبالتالي هتلاقي التشكيل اللي كل الاطفال وكل المتابعين والكبار والصغار متوقعينه، هتلاقيه هو الاقرب لتشكيل كولر. اذا المفاجات ممكن ما تكونش على نطاق واسع يا استاذ عبد الرحمن، لكن في اعتقادي انه تنوع اللعب بشكل كبير جدا هيكون احد اساليب كولر، بمعنى انه ماتش زي ده في ملعب جيد زي ده هيحتاج كره سريعه بشكل كبير جدا، وعندك الادوات اللي تعمل الكره السريعه متمثله في بيرسي تاو، ولا في حاله مشاركته، او رضا سليم، او حسين الشحات، او امام عاشور وغيرهم من اللعيبه. كل ده او السرعات دي اعتقد هتكون احد اهم واخطر ادوات كولر في مواجهه الزمالك. شكرا الناقد الكبير محمود شوقي، مكالمة كانت مهمة جدا، لمينا بيها فنيا حتى الشكل اللي ممكن المباراة تدور بيه، لمينا بيه كمان وصول محمد الشناوي اللي هو دوره مش فني لكن دوره معنوي كبير جدا. كمان أنا وجهة نظري الشخصية إن وجود الفرقة بشكل مباشر معاها قائد واثنين وثلاثة، يعني إن أنت يبقى معاك أكتر من كابتن الفرقة، ده يحسس اللعيبه الصغيره او اللعيبه، هو ما فيش لعيب صغير في النادي الاهلي، لكن اللعيبه اللي خبرته قليله في الماتشات الكبيره يحسسه بامان اكبر. يعني نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي غدا. فاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره اخرى. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نواصل اخبارنا، ومعانا خبر مهم عن النجم المصري محمد صلاح، اللي يعني عليه كلام كتير جدا مع منتخب مصر وكمان مع ليفربول. لكن النهارده في مباراة مهمة جدا ليفربول في الدوري الأوروبي، النهاردة احتمال وجود مشاركة لمحمد صلاح، ده اللي أكده كلوب في المؤتمر الصحفي أمس، قال إنه ممكن يستعين بخدمات محمد صلاح. هم عندهم ماتش مهم جدا في الدوري الأوروبي مع سبارتاك براغ التشيكي، وده ماتش مهم جدا، لكن استعدادات صلاح بقى إيه؟ أو هو جاهز بنسبة كام في المية؟ وقال أنا هستعين بيه. هستعين بيه دي يعني يمكن محمد صلاح رجع بعد الإصابة ثم تجددت تاني إصابته وغاب عن المباراة الماضية لليفربول، لكن محمد صلاح بقاله يومين بيتمرن مع الفريق بشكل جماعي، ويورجن كلوب امبارح أعلن إنه ممكن يستعين بصلاح فعلا. لكن فيما يتعلق بمنتخب مصر وهل محمد صلاح هينضم لمعسكر منتخب مصر ولا لأ، قال كلوب إنه مش هيعلق على الموضوع ده لأنه ما يخصوش، وإن في إدارة تانية داخل نادي ليفربول هي اللي هتقرر إذا كان محمد صلاح هينضم لمعسكر منتخب مصر ولا لأ في شهر مارس. الحقيقة يورجن كلوب هنا يقصد الجهاز الطبي لليفربول، عشان الأحمال وعشان هو راجع من إصابة اتجددت في فترة من الفترات، وبالتالي بعد ما أعلن منتخب مصر استدعاء محمد صلاح ضمن المحترفين لازم يكون في تفاهم واضح ورسمي ما بين ليفربول ومنتخب مصر. محمد صلاح نجم كبير ولاعب مهم وهو كابتن منتخب مصر، ومش معقول إن كل شوية يقولوا أو يكون في مشكلة بخصوص استدعائه أو انضمامه لمنتخب مصر. إحنا محتاجينه كنجم من نجوم منتخب مصر، محتاجين نستفيد من محمد صلاح، وكمان محتاجين نطمن على صلاح وانه جاهز طبيا بشكل كامل للمشاركه. نتمنى ان القصه دي تنتهي واننا نشوف محمد صلاح بيشارك مع ليفربول ومع منتخب مصر بكل قوه، ويكون تعافى بشكل كامل من الاصابه. اصابه محمد صلاح تجددها دي خلي بالك حط الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر في موقف، يعني اقدر اقول ان هو شكله احسن من الاول، يعني لان
الاشاعات اللي طلعت والكلام اللي طلع على محمد صلاح، ادي وطنيه محمد صلاح باينه 100% يا جماعه. محمد صلاح على المستوى الوطني محدش يقدر يشكك فيه. بتتكلم على واحد لحد دلوقتي الاصابه بتتجدد تاني وما رجعش قبل النهائي بالمناسبه زي ما اتقال والكلام ده كله. اذا الشق الخاص بليفربول هو اللي كان صح، ان محمد صلاح مصاب بالفعل وان هو هيتم تجهيزه بالفعل، وان هو لحد دلوقتي انت النهارده اول مره هيشارك محمد صلاح بعد ما رجعت له الاصابه تاني، والله اعلم هيشارك بنسبه قد ايه يعني. فاحنا بنتكلم في ان هو برده الجزئيه بتاعت صلاح دي خدت ضجه اعلاميه كبيره جدا في بطوله افريقيا، وخدت شكل مختلف، خلى يعني مش عايز اقول كلام على الاتحاد، لكن هي خلت محمد صلاح اتظلم، اتظلم قدام جمهوره في مصر هنا الحقيقه. يعني لازم نقول ان هو تم ظلم محمد صلاح وهو ما طلعش رد، ما طلعش اتكلم، كل اللي عمله بوست بس. تعالوا بقى نروح السعوديه لزميلنا كريم احمد ونطمن على فريقنا. كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، احد افضل المراسلين في مصر، يعني خلينا نقول ان كريم من المراسلين المميزين قوي يا جماعه، اللي دايما تخطيطه مميزه جدا. كريم اهلا بيك في قناه الاهلي. برحب بيك زميلي العزيز عبد الرحمن ناجي وكل التحيه ليك والتقدير، وبشكرك طبعا على الكلام الرائع والمميز جدا. كلنا طبعا في خدمه النادي الاهلي كالعاده، يعني حابين نطمن بقى كل جمهورنا ونطمن من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ومن خلال 7 دي على الحاله وحاله اللاعبين والرغبه والاصرار اللي شايفينه في تدريباته والترتيبات الخاصه الاداريه، لان الحقيقه مجهود كبير جدا بيبذل عبد الرحمن. يعني قبل كمان وصول بعثه فريق النادي الاهلي ب 48 ساعه زي ما قلنا، وصل كابتن سمير عدلي، ويمكن كمان بعديه ب 24 ساعه وصل كابتن خالد دبيب ومدير الكره بيئه للنادي الاهلي للوقوف على كل الترتيبات الخاصه، لان هي مباراه هامه جدا، مباراه بطوله، عشان كده التفاصيل الصغيره دي بتكون مهمه جدا، وبيكون في قامات مميزه جدا زي ما قلنا الكابتن سمير، ايضا كمان كابتن خالد بيب والكابتن ماهر عبد العزيز، كابتن وائل الاداري، الطاقم الاداري الحقيقه اكثر من رائع، العميد علاء صلاح، كل الحقيقه الكتيبه المتواجده هنا بتادي دورها بشكل كبير مع الجانب الفني طبعا، والجانب الفني الخاص بمستر كولر ولاعيب النادي الاهلي هو الامر الاهم ليه كل جمهور النادي الاهلي. عايز اقول لك عبد الرحمن ان احنا في هذه اللحظات النادي الاهلي بيؤدي للتدريب الاخير هنا على ملعب النصر، يمكن كنا متواجدين امس على الملعب اللي هيخوض النادي الاهلي عليه المباراه، الملعب طبعا اول بارك هنا بالرياض، لكن النهارده متواجدين في ملعب النصر السعودي. الملاعب هنا الحقيقه اكثر من رائعه، الامور بتكون طيبه جدا وبتساعد الحقيقه فريق النادي الاهلي، وبتبعدك عن الاصابات، تبعدك عن امور كثيره جدا، وبتفتح نفسك بلغه الكوره على التدريبات وعلى المباراه. الاجواء مميزه جدا، حاله اللاعبين حابين نطمن كل جمهور النادي الاهلي عليها، يعني الكل جاهز عبد الرحمن، مش حابين نتكلم على اي شيء على قد ما احنا حابين نقول ان كل لعيبه النادي الاهلي جاهزه لهذه المباراه. يبقى التوفيق ويبقى الاختيار لمستر كولر مين ال11 اللي هيكونوا متواجدين، المهام، الوظائف هتكون ازاي. ترتيبات الحقيقه الفنيه كانت رائعه جدا في تدريب الامس، وانت عارف عبد الرحمن يعني زي ما قلنا التدريب الاول بعد الوصول بيديك رساله كبيره جدا على مدى جاهزيه ومدى اصرار ومدى الجديه الكبيره جدا للاعيب النادي الاهلي، وده اللي شفناه الحقيقه في تدريب الامس، روح واصرار، وفي نفس الوقت كل اللعيبه بتحافظ على بعض، لان احنا مش عايزين نفقد حد، الكل عنده الشغف الكبير وعنده الروح الكبيره الحماسيه، لكن الكل بيحاول ان هو يحافظ على بعضه عشان مش عايزين نخسر حد يكون سبب في الفوز، ممكن يكون حد مش متواجد في التشكيل، ممكن يكون قاعد على الدكه يكون هو العنصر الاساسي، عشان كده بنقول اللي قاعد على الدكه بقلبه زي اللي متواجد 11 لاعب في الملعب. فعشان كده بنتمنى كل التوفيق من لاعبي النادي الاهلي، اللعيبه الكبار بتادي دور كبير جدا، يمكن زي ما شفنا على مدار اليوم وصول الشناوي الحقيقه قيمه كبيره جدا ككابتن فريق للنادي الاهلي، كلماته واصراره وكلامه مع اللاعبين والتحفيز ورساله وجوده الحقيقه امر اكثر من رائع، الامور طيبه جدا جدا هنا عبد الرحمن، ينقصنا بس توفيق ربنا سبحانه وتعالى. وايضا كمان جمهور النادي الاهلي في كل خطوه بنتخطاها بتلاقي مئات من جمهور النادي الاهلي، طبعا العدد كنا بنتمنى الاستاديو يكون اكبر من كده، ان انت كنت هتشوف يعني شيء وتابلو كبير جدا معتاد الحقيقه على جمهور النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله المتواجد في المدرجات يكون على قلب رجل واحد زي ما لعيبتنا بنتمنى ان شاء الله باذن الله تكون على قلب رجل واحد، ويا رب ان شاء الله باذن الله غدا النادي الاهلي يرفع كاس مصر هنا في المملكه العربيه السعوديه. يعني انا مش عايز اعدي معاك الجزئيه الاجواء الجماهيريه ده يا كريم، لان الحقيقه الاجواء الجماهيريه على اعلى وقت على اعلى شكل ليها. كلمني على اجواء الجماهيريه في الشارع، يعني انا عايز اعرف بقى، سيبك من الاستاد بكره هيتملي طبعا، انا عايز اعرف الاجواء الجماهيريه في الشارع النهارده، الجاليه المصريه استقبالهم للاعيبه النادي الاهلي الاهلاويه في السعوديه عاملين ازاي؟ يعني هقول لك امبارح والنهارده وتحديدا النهارده قبل ما نتحرك على ملعب النصر، توافد عدد من جمهور النادي الاهلي والجاليه المصريه، تواجدوا امام الفندق، الهتاف والكل طبعا ماسك على النادي الاهلي وعلم مصر، وكل بينادي على اللعيبه، اللي بينادي على امام عاشور، اللي بينادي على قفشه، اللي بينادي على مصطفى شوبير، كلمات تحفيزيه مهمه جدا في كل خطوه بتلاقي جمهور النادي الاهلي. كهربا الحقيقه كمان يمكن له دور كبير جدا في الهتاف وفي التحفيز، يعني زي ما بقول لك جمهور النادي الاهلي عظيم الحقيقه في كل حته، لكن كمان هنا في المملكه العربيه السعوديه الجاليه المصريه وجمهور النادي الاهلي شيء عظيم جدا جدا. الرسائل
الواسطه للعيبه، تحركاتنا كلها بتدي تحفيز كبير جدا للاعبين، لان الرسائل اللي بتشوفها من الجمهور بتشوفها في عيون اللعيبه في التدريبات. المباراه مهمه جدا، البطوله مهمه جدا عند الجمهور وعند مجلس الاداره، عند اللاعبين، عند الجهاز الفني. مباراه تفرق معانا بشكل كبير جدا في البطوله، وايضا كمان ان شاء الله باذن الله على المستوى الشخصي لكل لاعب هتفرق معاه بشكل كبير. زي ما قلنا كمان يعني امام عاشور بنتمنى له كل التوفيق، عايزين يبقى عنده ضبط نفسي كبير جدا 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 في هذه المباراه، تركيزه فقط لغير مع جمهور النادي الاهلي وتركيزه في ال 90 دقيقه. وبنتمنى يا عبد الرحمن تكون 90 دقيقه ان شاء الله النادي الاهلي يحسمها في ال 90 دقيقه بمشيئه الله. وبنتمنى يا رب يا رب ان شاء الله بس التوفيق يكون معانا، وباذن الله النادي الاهلي يكون بطل كاس مصر. مشكورك جدا يا كريم على رسالتك اللي طمنت بيها جمهور النادي الاهلي دي، وكعادتك يعني تغطيه ممتازه لاجواء النادي الاهلي في السعوديه، وكل فريق العمل لقناة النادي الاهلي، محمد الدكروري، كل الناس في ستاف قناه النادي الاهلي الخارجي، الحقيقه من اميز الناس اللي بيشتغلوا خارجي الحقيقه. يعني الوقت جري بينا النهارده، والحلقه كانت يعني على قد ما نقدر غطينا بيها كل اجواء النادي الاهلي في السعوديه، وغطينا اجواء النادي الاهلي هنا وفي السعوديه كمان، واتكلمنا عن تاريخ النادي الاهلي، واتكلمنا عن تاريخ مواجهات الاهلي والزمالك في كاس مصر. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، وكل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا رمضان خلاص، الاسبوع الجاي هنكون في رمضان، احنا ان شاء الله يعني هنحتفل واحنا اجواء واحنا ابطال مصر، نحتفل برمضان ونحتفل بكاس مصر اهلاوي ان شاء الله. في الختام خير سلام.